تفسير رؤية الإبريق في المنام. رؤية الإبريق في الحلم له تفسيرات كثيرة سوف نناقشها في هذا الفيديو للفتاة العزباء والمرأة المتزوجة الحامل المطلقة وكذلك الرجل. يقول النابلسي أن رؤية الإبريق في المنام إشارة لعودة الراعي لله عز وجل وبعده عن الذنوب والمعاصي. رؤية الحامل للإبريق في المنام دلالة على رزقها بأولاد صالح وصلاح أحوالها هي. رؤية الإبريق الغالي في المنام إشارة لعلو مكانة الراعي وتوليه منصبا مهما. تفسير رؤية الإبريق في المنام للفتاة العزباء. رؤية الفتاة العزباء للإبريق في المنام دلالة على كثرة الأعداء في حياتها مع تخطيطهم لأذيتها. رؤية العزباء للإبريق الساخن في الحلم إشارة لكثرة المشاكل في حياتها وسعيها وراء حلهم. رؤية الفتاة العزباء للإبريق الساخن في المنام دلالة على بعدها التام عن جميع الناس وإحساسها بالوحدة. رؤية العزباء للإبريق في الحلم اتسام الرائي بالكذب والنفاق على الآخرين. تفسير رؤية الإبريق في المنام للمتزوجة. رؤية المرأة المتزوجة للإبريق الساخن في المنام دلالة على إحساسها بالسعادة والحب مع زوجها. رؤية المتزوجة لبيع الإبريق في المنام إشارة لكرهها الشديد لزوجها بسبب كثرة الخلافات والمشاكل بينهم. رؤية المرأة المتزوجة للإبريق الساخن في الحلم يدل على خراب بيتها وهدمها وانفصالها عن زوجها. رؤية المتزوجة للإبريق الساخن في المنام إشارة لتفكيرها الشديد في مشاكلها وسعيها إلى حلهم. تفسير رؤية الإبريق في المنام للمطلقة. رؤية المرأة المطلقة للإبريق في الحلم دلالة على سماعها أخبار سيئة للغاية تجلب لها المشاكل والهموم. رؤية المطلقة للإبريق الساخن في المنام دلالة على راحة بالها وتعويضها عن الحياة السابقة. رؤية المرأة المطلقة للإبريق في الحلم يشير لتخطيطها لبداية مشاريع واستثمارات جديدة. رؤية المطلقة للإبريق الشاي الساخن في المنام إشارة لشفائها من جميع الأمراض والمتاعب. رؤية المرأة المطلقة لإبريق الساخن في الحلم دلالة على وجود الحزن والهم بحياتها. تفسير رؤية الإبريق في المنام للرجل. رؤية الرجل لإبريق الشاي الساخن في المنام دلالة على كثرة أصدقاء السوء في حياته. رؤية الرجل لإبريق الساخن في الحلم إشارة لتعرضه للنميمة من أصدقائه وكذبهم عليه. رؤية الرجل الإبريق في المنام دلالة على مواجهته لمشاكل كبيرة أدت لتدمير حياته. رؤية الرجل الإبريق الساخن في الحلم إشارة لتعرضه للخيانة من أقرب الناس له. رؤية الرجل لتنظيف الإبريق في المنام يدل على نجاحه الكبير في عمله وحياته وتوليه مكانة مرموقة في المجتمع.